حجة البلاغ، حجة الوداع، حجة التمام، حجة الكمال، حجة المنافع. ونزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم. لا، عند الجبل بعد أن انتهى قال يا بلال أذن، فأذن للظهر، أقم فأقام، فصلى جمع بين الظهر والعصر، ثم ركب القصواء ودخل إلى عرفة، ثم قال أيها الناس عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن أرنة. لكن اسمع القادم تهتز منه الأركان، اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم. يا بلال، طبعا الناس اعتقدوا أن النبي صائم، فأرسلت أم الفضل لبن زوجة العباس فشربه، لأن يكره الصيام يوم إيش؟ يوم عرفة، ليتقوى على ماذا؟ على طاعة الله. طاعة الله. وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم إيش؟ يوم عرفة. ويعتق الله في هذا اليوم، أكثر يوم يعتق الله فيه عبيدة من النار من يوم عرفة، ويباهي الله تعالى، فهو يوم المباهاة. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي وهم لم يروني. بل اسمع ماذا يقول لبلال. يا بلال أنصت الناس، يا الله، اللهم اجعلنا من هذا الموقف. فقال بلال أيها الناس اسمعوا لرسول الله. قال أيها الناس أتاني جبريل وأقرأني من رب السلام، وقال لي إن الله غفر لأهل الموقف وأهل المشعر، وضمن لهم التبعات أي الذنوب والسيئات. فصاح عمر قال يا رسول الله لنا خاصة؟ قال لا يا عمر لا، بل لكم ولمن أتى بعدكم إلى قيام الساعة. قال عمر كثر خير ربنا وطاب. وقال النبي وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفع عن بطن أرنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام، ويدعو الله ويثني عليه لغروب الشمس.